يا الله يا رب، جعلك لمن يفتح هذا المقطع أن يرزقه ربي رزقا كالأمطار حين تصب، واجمعه بكل من يحب، وهون عليه كل صعب، واجعل أيامه عيد ويومه سعيد وعمره مديد، واجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم يا عزيز يا جبار، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل عيوننا تدمع من خشياك، واجعلنا يا ربي من أهل التقوى وأهل المغفرة، وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا الله يا رب، ارزق كل محروم بالذرية الصالحة. يا الله يا رب، ارزق كل بنت لم تتزوج أن ترزقها بالزوج الصالح الذي يخافها فيك، وأن ترزق كل شاب لم يتزوج بالزوج الصالحة. يا رب، وأسألك أن تشفي كل مريض يعاني عاجلا غير آجل. يا رب العالمين، جعل كل من يسمع ويرسل هذا الدعاء، اجعله يا ربي في الفردوس الأعلى من الجنة.